بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء والزملاء الوزراء والسادة الضيوف، فنانيننا الكبار، مبدعينا، الشباب الجميل اللي موجود معانا، أنا مش هلقي كلمة، أنا هطلب من مدير صندوق الإدمان إن هو يعرض ملامح الاستراتيجية، لأن دي مش استراتيجية وزارة التضامن، دي استراتيجية هذه الحكومة اللي الحكومة كلها اشتركت في وضعها، واللي كل الوزارات اشتغلت في فترة الشهرين اللي فاتوا في اجتماعات متواصلة علشان تحدد المشاكل وتحط تقترح الحلول. احنا الحقيقة واحنا انا اللي عايز اتكلم عنه سريعا هو كيف نعمل كحكومة في وضع هذه السياسات والاستراتيجيات وكيف نتوصل لها. احنا في كل شغلنا وفي كل مشاكلنا الاجتماعية الاول بنعمل بحوث ومسوح لتحديد حجم المشكلة، حجم الظاهرة. عملنا كده في أطفال بلا مأوى، عملنا كده مع المشكلة السكانية، عملنا كده في ظاهرة العنف ضد المرأة، وعملنا كده في بحث وتقدير حجم مشكلة الإدمان. فإحنا بنحاول الأول كحكومة عشان نشتغل بمنهج علمي إن إحنا نحدد الحجم الحقيقي للمشكلة، وبعدين إحنا اتفقنا كحكومة أيضا إن إحنا لا نخجل من الإعلان عن حجم هذه المشكلة، وبعدين بعد ما نحدد حجم المشكلة نبتدي نضع معا كل الأطراف المعنية بهذه المشكلة. هذه الاستراتيجية عمل عليها 11 وزارة، ده في الحكومة، لكن في كمان منظمات المجتمع المدني اللي هي بتشتغل على هذا الموضوع، وفي دور للقطاع الخاص. فلازم نحدد في كل مشكلة بعد ما نحدد حجمها دور الأطراف المعنية. الإرادة السياسية مش كفاية، هي أساسية، ولكن الإرادة السياسية مش كفاية، لازم يلتقي معها إرادة المجتمع، ولازم نحط وراها الموارد المالية اللازمة. مش كفاية نحدد مشكلة، مش كفاية نحدد الحلول. احنا دايما في مصر بنتكلم عن مشاكلنا لكن ما بنتكلمش كتير عن الحلول، وما بنصرحش بعض بدور كل واحد فينا ومسؤوليته عن هذه المشكلة. فدي أحد المشاكل اللي حقيقي خطرها لا يقل عن خطر الإرهاب، وفعلا ممكن تدمر هذا المجتمع وتدمر شبابه اللي هم وقود مستقبله. فمع توافر إرادة سياسية وتوجيهات صارمة من رئيس الحكومة إن الوزارات تشتغل مع بعض، مع تحديد حجم المشكلة، مع وضع الموارد، مطلوب مننا النهاردة نبدأ حملة لحشد المجتمع ومساندته ودعمه، بحيث ان في كل بيت وفي كل جمعية وفي كل شارع وفي كل نادي وفي كل مكان تجمع يكون فيه صوت رافض للإدمان. احنا مش شعب مدمن، احنا شعب فايق، احنا شعب هيشتغل وهينتج وهينتصر على الإرهاب وهينتصر على الإدمان، وهنحل مشاكلنا كلنا مع بعض. فإحنا اللي بنعلن النهاردة إطلاق هذه الاستراتيجية وميثاق الدرامي اللي بنتكلم عنه ده بقالنا بنشتغل عليه حوالي 6-7 شهور مع كل الأطراف الفنية، هتتوالى بعد كده اتفاقات مع القطاع الخاص، مع المجتمع المدني، مساهمة قوية من كل أطراف المجتمع، وإحنا فعلاً سعداء بدعم الشباب لينا. احنا معنا 26 ألف متطوع، وده عدد قليل قوي، البلد فيها 90 مليون، تلتينهم شباب. احنا عاوزين يبقى في مليون متطوع بيقولوا لا للإدمان، عاوزين مليون بنت وولد بيلفوا في الشوارع وفي القرى وبيقولوا لا للإدمان، عايزين الأسر تبلغ عن أماكن بيع المخدرات. الخط الساخن مش هيبقى بس للعلاج، الخط الساخن كمان هيبقى للإبلاغ عن أوكار المخدرات وعن التجار وعن المجرمين اللي عايزين يدمروا هذا الشعب. فأنا سعيدة بهذا التجمع النهاردة، وبشكر دولة رئيس مجلس الوزراء على وجوده في وسطنا، على دفعه لينا، على الحقيقة الشجاعة اللي بتتحلى بها هذه الحكومة في الإعلان عن مشاكلها وقدرتنا ان احنا نشتغل مع بعض. وعايزه اطمئن الفنان محمد صبحي ان احنا بالتعاون مع وزاره الشباب هنعلن عن الجائزه وهنعلن عن لجنه التحكيم، وهنعمل جائزه كبرى للاعمال الفنيه الخاليه من الادمان والتدخين والمخدرات، وحضرتك تبقى معانا في لجنه التحكيم.